إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان. نربط بكم اتصال مجددا من فاس. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب، اللهم لك الحمد ولك الشكر على النعم ديالو التي تسع كل شيء. إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. بطبيعة الحال تضيق ثم تضيق ثم تنفرج، أمطار الخير تتهطل في الأثناء على مدينة فاس. أكنت من كنعتذر على القطاع الخارج الإرادة ديالنا بسبب ضعف الشبكة ديال الإنترنت، قلت أمطار الخير ولله الحمد تتهطل على عاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. أكيد في الأثناء كما كتشاهدوا معنا، فاللهم لك الحمد ولك الشكر على النعم ديالو التي تسع كل شيء. نتمنى على أن تعطوني التعليقات ديالكم في باقي المدن. بشرونا الله يبشركم بالخير. والله إلا أنا ما نكذبش عليكم، أنا ما كنشوف الشتا كطيح كنفرح، كنكون معصب وكنفرح صراحة، كيجيني واحد فرحة والله إلا كنتحدث معكم من القلب، لأن كنشوفوا يعني فصل الشتاء والأمطار تغيب لمدة، فالقلوب ملي كطيح الشتا القلوب كتطمئن ويبات الأمل في النفوس، مرة أخرى يبات الأمل في النفوس. فاللهم لك الحمد ولك الشكر، كثروا من الحمد، بارطاجيو هذا اللايف في إطار نشر الطاقة الإيجابية ونتفائلوا خير، والله يدير شي مسلك ديال الخير للجميع. إذا المتابعين كما كتشاهدوا غنخليكم مع هذه الأمطار ديال الخير أكيد اللي كتهاطل، الله يدير لي فيها الخير. اللهم لك الحمد والشكر على هذه الأمطار. التعليقات ديالكم ما كيطلعوليش، ما عرفتش واش وصلكم البث المباشر بجودة عالية أم لا. نتمنى أنكم تفاعلوا وتخليوا لي الأجواء في باقي المدن. توقعات الأمطار الأرصاد الجوية تشير إلى هبات رياح قوية اللي ممكن توصل حتى 85 كيلومتر في الساعة في مدينة فاس ومجموعة من المدن أكيد، فحذاري الواحد اللي غي سفر لا ما عندوش واحد الحاجة ملحة فيحاول أنه يلتزم بالبيت ديالو في هاد لابيريود هادي إلا الضرورة الملحة الواحد يسافر. كذلك غتكون ثلوج اللي غتوصل حتى 25-20 سنتيمتر في مجموعة من المناطق أكيد، المنطقة ديال الأطلس نتمنوا خير ان شاء الله. كذلك امطار اللي غتعرفها كل المدن المغربيه، عدد كبير من المدن المغربيه اللي غتشمل مجموعه من المناطق لاربعه ايام سوف تستمر انطلاقا من هذه الليله. ولله الحمد راه بدات بوادر امطار الخير كتهطل على مجموعه من المدن المغربيه، نتمنوا خير ان شاء الله باذن الله، كنتفائلوا خير دائما. حياك الله الرجل العابد، شكرا خويا الله يكبر بك. سي عبد النبي، سي عبد النبي كي دايره الاحوال الجويه عندكم في المناطق ديالكم؟ واش كاين شي شتا، كاين شي امطار؟ اذا التعليقات هما كيطلعوا، كل واحد يعطيني الحاله الجويه في المنطقه ديالو بطبيعه الحال، واش وصلتكم الامطار الخير ام لا. نتمنى تبشرونا بالخير كما بشرناكم من مدينه فاس اكيد. فالامطار غتستمر، انا قلت يعني الاربعه ايام ان شاء الله غتشمل مجموعه من المناطق بينها مدينه فاس اكيد. تحياتي سي منصف، سي جمال تبارك الله عليك خويا، تحياتي لك. سي جمال واش كاينه شي شتا عندكم مع ذكر اسم المنطقه؟ نعرفوا الحاله الجويه من خلالكم وعلى المباشر اكيد من خلال التعليقات ديالكم.
إذن أجواء شتوية بامتياز. إن شاء الله رمضان المعظم هذه السنة غيكون في جو إن شاء الله بارد، فكنذكروا الأيام الخالدات طبيعة الحال اللي كان رمضان كيكون فصل الشتاء، وكانت الأمطار لا تتوقف يعني تستمر لشهرين متتالية. كان واحد الجو اللي افتقدناه منذ سنوات، كنتحدث على يعني منذ يعني 10 سنوات فما فوق. فالطفولة ديالنا عشناها في واحد الأجواء اللي كانت كتكون شتوية، وكانت الفترة ديال الليالي ما يسمى بالليالي كانت كتستمر الأمطار بدون توقف بدون انقطاع لمدة شهر وشهرين، حتى كيحملوا الواد السدود كيكونوا ملوئين 100%. فشقنا صراحة ذاك الأجواء، واللي نتمناه من خلال هذه السنة إن شاء الله يتم تسقط يعني الأمطار إن شاء الله، وحنا كنتفائلوا خير إن شاء الله بإذن الله، نتفائلوا خير بسنة فلاحية إن شاء الله اللي تكون مزيان. مازال شهر مارس، الكل ينتظر أمطار الخير، وأنتم كتشوفوا البوادر ديال هاد الأمطار، يعني كل أسبوع كتسقط أمطار. نتمناو لأن تكون أمطار اللي تستمر وتخلي لربما الفرشة المائية تحسن والحقنة ديال السدود تحسن. كنعرفوا بأن الحقنة ديال السدود تراجعت ل 21%، يعني بعض السدود اللي حقنة اللي تراجعت بشكل مخيف، أكيد اللي خلات الدولة تتخذ مجموعة من الإجراءات من أجل ترشيد استعمال المياه، وهذا الشيء راه ما جاش عن غير هكاك عبثا، وإنما جاء لأن نسبة حقنة السدود تراجعت بشكل مخيف. في بلادنا 6 سنوات فيها الجفاف بشكل مستمر متواصل، الآن كنشوفوا قطرات الغيث اللي كتساقط. أنا كنتمنى صادق باش أن ربما الأمطار وهذا المنخفض الجوي اللي جاي من أوروبا يستمر لأسبوع لما لا، ونشوفوا هكذا تتحسن حقنة السدود لتسترجع لربما العافية ديالها. دعواتكم إن شاء الله، نتمنوا الشهر الفضيل يكون بالخير وكاين غير خير إن شاء الله، أي حاجة كتوقع راه فيها الخير. نبقاو متفائلين ونرجعوا لله، هادشي اللي غنقولوا، لأن ما غنكون شي أنا مفتي، ما غنكون شي غنقرا ربما نعلق في إطار ما هو مهني، ما غنتحولش إلى رجل دين، وإنما غنقول الواحد يتعلق بالله عز وجل ويدعي الله عز وجل. حنا كنبقاو مجتمع محافظ مسلم، وشحال ما رجعنا لله، الله كيدير لنا الطريق في البحر، الله غيدير لك المسلك يعني من حيث لا تحتسب، الله كيرزق من حيث لا تحتسب، هادشي اللي ممكن نقول، والله يدير اللي فيها الخير. إذا كتشوفوا قطرات الغيث تتهطل الآن في هذه الأثناء على مدينة فاس، وراه غيعمر واد الجواهر، غنهبطلو عاوتاني إن شاء الله. غنهبطلو واد الجواهر، عاوتاني نبشركم بالخير، عاوتاني نشرو الطاقة الإيجابية، وما عندنا ما نديرو، دابا بغاو نشرو غير الكوارث، غير الفواجع، فما يمكنش. فأحيانا حتى تكرار في بعض المواضيع فيفيد، لأن والله إلا الناس كتفرح، أنا كنشوف غير ذاك الكمية ديال التعليقات والعدد كبير ديال الناس اللي كيكونوا يستبشرون خيرا. اذا كنعتذر يعني الريزو اللي كينقطع في مجموعه من المناطق، فاذا ما غنطولش بزاف، نخليوها طيح. كاين شي واحد في التعليقات كيقول لكم خليوها طيح، هذاك التعليق اللي كيقتلني، وكيجي شي واحد كيقول لكم انتم كتقوصوا عليها، زعما انا في التعليق ديالي ولا في اللايف ديالي غيقوص على حاشا ولله، غيقوص على اراده الله توقف الشر، شوف على العقليه. هذوك الناس انا كنجاوبهم، انا كنشوف داك التعليقات كنجاوبهم، واخا يعني اخلاقيا ومهنيا فما يمكنلكش تخلي في اطار حريه التعبير، ولكن عاوتاني انا غنعبر، انا غنقول الراي ديالي. اللي كيقول لك خليوها طيح، انا هذاك التعليق كنكرهو وكنجاوب، اللي كيخلي داك التعليق فكنحاول نجاوبه، لانني انا انسان ضعيف، ما غيمكنليش نوقف القدره ديال الله عز وجل. كنشوف مجموعه من التعليقات ديالكم اكيد متابعينا، كنعتذر لان مع ظروف السياقه ما كيمكنليش نقرا جميع التعليقات، اكيد غنطلع جميع التعليقات من خلال ملي كنقطع اللايف، كنعاود نشوف التعليقات ديالكم، جميع الاقتراحات فالف مرحبا بها، غير يكون تعليقات محترمه وانتقاد يعني بطبيعه الحال الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه. حنا كنحاولوا غير نقلوا لكم الاجواء، اكيد في مدينه فاس كتشوفوا هذه الخيرات تبارك الله ما شاء الله. استاذ مصطفى حسن، مرحبا خويا حسن، وبعد منا خليها طيح، حتى انت مازالك خميس زمامره، تبارك الله على خويا خميس زمامره، احسن خميس زمامره ابراهيم، تحيه لخويا ابراهيم وتحيه للناس ديال خميس زمامره، اللهم يسر وتعسر. قول لي غير شي شويه في خميس زمامره ياك اخويا العزيز، والله يعطينا على قد نفع خوتي، خوتي ما غنطولش عليكم بزاف، تحياتي للجميع، إلى أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر، غنرجعوا من خلال لايفات أخرى إن شاء الله، تحياتي للجميع.
عواشركم مبروكة، والسلام عليكم ورحمة الله.